وصلنا لآخر فقراتنا، الفقرة اللي كلنا بننتظرها، وهالة حافظ وهالة وعدتنا أن من يوم 21 مارس هيحصل انفراجات لعدد كبير من الأبراج. رأيك مفيدة نبتدي بالانفراجات؟ تقولي لنا أي انفراج بشارات حلوة. والنبي لا تقولي لي يا شيخة. فعلا والله احنا عايزين نبتدي انفراجات وانفجارات. لا، هو بعد الانفجارات تأتي الانفراجات. ايوه صح، ده حقيقي ان شاء الله. طبعا احنا عندنا في منتصف الاسبوع اللي جاي ولادة القمر الجديد ببرج الحمل، اللي هو هلال شهر رمضان ان شاء الله. طبعا شهر خير وبركة. انتي طيبة حبيبتي. فولادة القمر الجديد يعني التقاء الشمس والقمر الاثنين ببرج واحد، هيبقى برج ايه؟ هيبقى برج الحمل. معنى كده ان الابراج اللي كانت مضغوطه قوي الشهر اللي احنا فيه ده من 21 مارس، يعني من بدايه شهر رمضان الفضيل، هتنفرج. اللي هم ايه؟ اللي هم العذراء والحمل والقوس والجوزاء. الاربعه دول اكتر ابراج تعبوا دلوقتي. جوزاء، حمل، عذراء، قوس. الاربعه دول اكتر ابراج دلوقتي عندهم مفاجآت. يعني خلينا ندي مثلا النهارده الاربع وبكره، اليومين دول في تربيع مش لطيف خالص ما بين الشمس اللي موجوده ببرج الحوت، النهارده طبعا الشهر ده عيد ميلاد مواليد الحوت، كل سنه وهم طيبين، وما بين المريخ اللي موجود في الجوزاء. تربيع زي ده ضاغط كتير على الاربع ابراج اللي انا قلتهم دول، اللي هم طبعا انت حاسه اكيد بالضغطه دي. عارفه التناحه؟ انا النهارده والله كنت لسه بقول لهم عندي احساس بالتناحه كده، ما تفهميش خلاص ليه بقى؟ لان زي ما قلت النهارده وبكره في تربيع ما بين المريخ والشمس. طيب القمر هيدخل للحوت، برضو هيبقى التربيع ده حاصل. الزوايا، عايزه بس اوضح حاجه، ان علم الفلك العلم الوحيد اللي ملوش نظريه قائمه. زي ما بنقول ان علم الارصاد الجويه مثلا بيقول لنا طبيعه الجو، الفلك بيقول لنا طبيعه الوقت. فطبيعه الوقت دي مش ثابته. ليه؟ احنا علمنا هو علم الكواكب، علم الفلك. هل الكواكب ثابته في مكانها؟ هل لا، الكواكب مش ثابته. فطول ما الكواكب والارض والحته اللي احنا بندرسها دي بتلف، الاحوال بتتغير. يعني المثل اللي بيقول ايه، او اللي هي ما بين طرفه عين وانتباهاتها، يغير الله من حال الى حال، ده هو الحال من المحال، وهكذا هو علم الفلك. فلما اجي اقول النهارده في انفراجات للحمل، بعد كده الانفراجات هتبقى الكوكب لبرج تاني، محدش عنده في المطلق معاكسه، ومحدش عنده في المطلق سعادة وانفراجات. طب بقيت الأبراج، يعني أنت قلت كده خمس أبراج. هنقول الحمل، خلينا نقولهم واحد واحد بالترتيب. أول واحد الحمل، أنت عندك من يوم 21 مارس مع بداية شهر رمضان انفراجات كبيرة، لأن أنت جابتر في برجك والشمس هتكون في برجك وعطارد داخل برجك، يعني أنت هتحس بنقلة فعلا ظاهرة واضحة. تاني برج الثور، مولود الثور الانفراجات هتظهر امتى؟ عند مولود الثور بصفه عامه في الشهور الفرديه، كل الشهور الفرديه المولود الثور حلوه. الا الشهر الوحيد اللي فردي ومش هيبقى حلو مولود الثور في السنه اللي جايه كلها شهر 11. يبقى كل الشهور الفرديه للثور حلوه الا شهر 11. دي الانفراجات للثور. 3 5 7 9 ونقف عند 11، بعد كده السنه كلها. البرج طيب اللي بعد كده مولود الجوزاء. مولود الجوزاء من 21 مارس، مولود الجوزاء اكتر ناس على فكره دلوقتي واحنا بنتكلم بيعانوا. ليه؟ لان المريخ لسه قاعد عندهم، والمريخ ده عامل زي ما قلنا زاويه تربيع. فالزاويه دي هتخف شويه او هتروح، لان المريخ هيمشي من عندهم في 25 مارس هيروح للسرطان. معنى كده انكم هتفوقوا من المريخ بضغوطه. فانت عندك برضو نهايات مارس الجوزاء زيه زي الحمل، عندك فوقه وعندك رجوح حق، لان الجوزاء دلوقتي ناس بتتكلم عنه، ناس بتشوشر عليه، ناس بتاخد حقوق منه مش بتاعتها. فعنده حاله ارباك كده، فلا هيفوق من الارباك ده. بعد كده السرطان، السرطان الشهر ده بتاعه حلو لان الشمس موجوده في برج مائي. من امتى بقى السرطان؟ لا، السرطان الشهر ده حلو لان شمس الحوت داعمين. الحوت والسرطان والعقرب صحاب مع بعض، فلما تكون في كواكب في الحوت هي بتسند كمان معها السرطان. ومع دخول الحمل فمع هيبقى في شويه ضغوط، في الكراسي بقى بتتغير. احنا دلوقتي السرطان مدعوم، مع دخول الحمل هيبقى ضغوط مهنيه اكتر منها اي حاجه، هيبقى انشغاله بالاهتمامات والمهنيه اكتر من اي حاجه. فخلينا نقول ان السرطان دلوقتي لغايه 21 مارس انت مدعوم جدا جدا، بس مفيش حاجه مرعبه. يعني انا مش شايفه حاجه مرعبه للسرطان الفتره اللي جايه. طب الاسد، مولود الاسد من الناس اللي دخول الشمس للحمل هتدعمه. ليه؟ لان الحمل نار،
والاسد ناري، الاثنين بيدعموا بعض، وده خلاله في بيت، البيت التاسع بالنسبه له، البيت التاسع ده بالنسبه للاسد بيت الحظ، الله على الحظوظ من برده شهر رمضان. ده الاسد، الاسد استقرار، وفي حاجه تخص دراسه وسفر وفلوس، الثلاثه يعني الثلاثه دول في مع بعض في دايره واحده، يعني سفر يخص دراسه في عائد مالي، يعني جمعوا الثلاثه في جمله مفيده للاسد. العنوان بتاع الاسد من اول 21 مارس دراسه سفر فلوس، يجمعوها بقى براحتهم. ده اهتمامات الاسد واللي هي هتبقى حلوه بالنسبه له. طيب بعد كده بعد الاسد العذراء، العذراء العذراء بقى اللي دلوقتي عايزه اقول مطحون، مطحون ليه بقى؟ لان العذراء احنا عندنا الشمس واقف في وشه، عندنا نبتون في وشه، عندنا زحل اللي مؤخرا دخل للحوت واقف في وش العذراء، فالعذراء اللي هو بيتقال عليه مش عارف يلاقيها منين، من صحه ولا ضغوط مهنيه ولا فلوس، ضغوط ماليه، فالعذراء دلوقتي اقدر اقول ان هو لا مش في بار الامان. امتى؟ من 21 مارس انت هتفوق، وخصوصا مهنيا هيبقى في حاجه مهنيه حلوه، وصحيا هتجيلك طاقه، هتلاقي علاج لحاجات ما كنتيش فاهمه وانا ليه بيحصل لي كده، لا هتلاقي حاجات حلوه جدا جدا للعذراء، مش قبل 21 مارس بيوم. طب ورمضان يعني معانا هي 21 مارس ده اول رمضان، اول رمضان احنا الشهر اللي هو استطلاع هلال رمضان المفروض 23. ما هو الاستطلاع الهلال يوم 21 ان شاء الله، هيبقى امتى ان شاء الله. عندنا الميزان بعد العذراء، بعد العذراء في الميزان. الميزان احنا الشهر ده يعتبر اللي هو ولا فوق ولا تحت، يعني احنا في منطقه دافيه زي ما بيقولوا في الكوره، فولا منه مخدود وايه اللي بيحصل ده، ولا منه مبسوط مستريح، هو شهر شغل، شهر بيحاول يعافر عشان يقضي احتياجاته وحاجته، شهر المعافره يعني. خلاص انا شايفه ان شهر رمضان هيبقى شويه مش احسن حاجه، هقول له بقى الميزان استراحه لانه وجود الشمس في الحمل بالنسبه له معاكس ليه، فالميزان هم اللي يعملوا استعدادهم من دلوقتي ان هم يخلصوا كل اللي وراهم في العشر ايام اللي باقيين عشان يستريحوا في رمضان، ما يدخلوش في حروب. العشر ايام اللي جايين دول العشر ايام ياخدوها شحن بطاريه من اول وجديد. العقرب بعد كده، العقرب طبعا شهر شغل، شهر عمل، بس مش وحش، اي حاجه هيشتغل فيها هي في فلوس، يعني يشتغل عشان يجيب فلوس، ما فيش حاجه هيشتغل فيها ومش هتجيب له عائد فلوس. يعني فانت عندك فلوس حلو، وفي كمان حاجه، في حاجه صحيه هيطمن عليها، يعني العقرب اللي كان قلقان على حاجه في صحته لا ممكن يلاقي لها علاجات. في حاجه تانية، كان في حاجه في البيت عند العقرب عامله له قلق، زحل خرج من بيتك يا عقرب، خلاص زحل من يوم 7/3 اللي فات خرج من الحته اللي كانت عامله لك قلق، كنت قلقان على اولادك، في مشاكل مع المخطوبين والمتجوزين، خلاص زحل خرج، هو زحل طول ما هو في الدلو كان قاعد لك في بيتك، عارفين يعني كأنه كان قاعد للعقرب جنبه على الكنبه كده، حوار مع الزوجه اتخانق معها، يلا نسيب البيت، يلا بنتي هتفاجئ ان عندها حاجه، العقرب ما كانش بيفوق، فخروج زحل انت بالنسبه لك مفتاح الامان، فلا العقرب عنده حاجات حلوه ويستقبل بقى الهدوء بقى يعني، وعنده مصالحات مع ناس كان بيختلف معاهم من غير سبب. العقرب برده كان بياخد مواقف ملهاش مبرر، محدش فاهم انت كنت ليه بتاخد الموقف ده، هيبتدي يوضح، هيبتدي بقى اوضح واهدى، فالعقرب الفتره اللي جايه حلو. طب حلو العقرب اللي جاي اللي بعد العقرب، اللي هو تعبان قوي دلوقتي، القوس اللي هو دلوقتي مش عارف هو زيه زي الجوزاء، مش عارف يلاقيها منين ولا منين، لان الشمس هنا قاعده له زي ما كانت قاعده للعقرب، قاعده له في البيت كده، فمشاكل مع الازواج مع بعض، قضايا بتطلع على السطح، مشاكل كتير قوي عند القوس، هيبتدي اول ما الشمس تدخل للحمل اللي هي نار زي القوس، هيبتدي كل حاجه فيها تناغم، كل حاجه فيها انسجام، البازل بدات تتحط جنب بعض، فبدا يسمع النتائج اللي عايز يسمعها، بدا يسمع الحاجه الحلوه اللي عايز يعني يسمعها. يعني شهر حلو القوس ان شاء الله قوي، انفراج برضه حلو قوي، يمكن القوس شوفه دلوقتي تعبان قوي، وبقول تعبان قوي بقلب لان انا عارفه ان القوس تعبان جدا جدا، انا بقول لكم من 21 مارس ان شاء الله، الله على اعلم، انتوا هتستريحوا راحه ان شاء الله كبيرة. الجدي مولود الجدي، مولود الجدي عندك طبعا الشهر اللي جاي كله زيك زي الميزان كده، عايزك تاخدها استراحه محارب، تفصل الفيشه، لان الجدي القمر هيبقى الشمس هتبقى مربع مع برج، وزاويه التربيع دي ضغطه شويه، حاجات في بيتك بقى، حاجات مسؤوليات جديده انت مش واخد عليها، ظهور حاجات جديده انت محتاج انك تقعد كده شويه وترتب امورك، محتاج يعمل جدول، محتاج يظبط احواله، لو ما ظبطش وعمل جدول او خلى حد يساعده ما سابش نفسه محتاس كده، لا هيلاقي الدنيا متكركبه. ترتيب امور واولويات، اولويات بعد كده الدلو. الدلو من الشهور الحلوه قوي، الدلو
القمر داخل بالنسبه له في الثالث، يعني هيبقى مقنع جدا، هيبقى كاريزماتيك جدا، هيبقى لافت للانتباه، هيبقى متغير كده شكلا وموضوعا، وطاقته هتبقى حلوه قوي. فالدلو عنده معنويات حلوه ومعنويات مرتفعه وطاقه ايجابيه هتجيله بشكل كبير جدا. البيت الثالث هو كمان دايره معارفه هيلاقوها حواليه، ففي حاله من الاطمئنان والامان. الدلو ايامك حلوه. ختام ومسك موجود الحوت. طبعا احنا لسه معانا طاقات الشمس اللي في برجك، هتنتقل لبيت المال، عنده مكسب، عنده ربح، عنده عوائد ماليه، عمليه بيع وشراء، يعني امور كلها بتجيب فلوس، علاوه، ترقيه، مكافاه، جايزه. في شاب كتب لنا اسمه مروان، انا طبعت عشان ما انساش. مروان مامته بيقول انها من متابعينا جيدين، اسمها ليلى محمد، وهو عايز يقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا ما يحرمنيش منك يا امي يا احلى حوته في الدنيا. وبيقول انا نفسي تقولوا الاهداء ده عشان انا عايزه افرحها لاني ما جبتلهاش هديه، فعايز الاهداء ده هو الهديه. مروان بنشكرك وان انت ابن بار، وليلى كل سنه وانت طيبه، حوته جميله، وكل سنه وانت طيبين عيد الام ورمضان. كل سنه وانت طيبين. طيب دلوقتي احنا بما ان احنا في عيد الام قربنا، فاحنا عايزين نعرف كل برج بيحب نوع الهديه ايه، على اساس ان احنا اللي الجوازات يروحوا يجيبوا لمراتاتهم، والولاد الصغيرين يجيبوا لامهاتهم. كل برج بيموت هديه واحده، نوع واحد، حاجه واحده بيحبها. ونوعيات الامهات ايه؟ طيب خلينا نبتدي بالحمل. الحمل الام، احنا بنتكلم الست الحمل. الحمل هي ست عمليه على فكره. طب هي بتحب الحاجه العمليه والمفيده. شوفوا بقى ايه الحاجه اللي تخلي تسرع عليها الوقت، زي موبايل مثلا. موبايل ب 60 جنيه كلنا عايزين، كلنا عايزين موبايل، يعني موبايل جديد يشتركوا فيه كلهم 60,000 يا لينا. ما هو كله، ما هو مثلا كله يحوش يفتح الحصه، بابا والاب يساعد، يعني حاجه مستلزمات الاكسسوري بتاعت الموبايل، حاجه بتحط الموبايل في العربيه تسند الموبايل، يعني هي دي الحاجه الوحيده العمليه والمفيده، يعني حاجات البيت اللي هي الام اللي بتحب حاجات المربى. حلوه برضو عمليه، شنط عمليه. لا مش امراه الحمل، مش هنقول مين اللي بتحب الفاشن، لكن هي حاجات اللي مولود التور، مولودة التور. دي ست عملية جدا جدا برضو. ايوه ست مفيده، بس بتحب الموبايل. لا مش هي مش عايزه موبايل، ممكن تجيبي لها ما يخص الاكل بقى، اي حاجه في المطبخ، لان امهات التور بتتفنن في المطبخ وحاجات كده. فانا شغل البيت يعني مايكرويف. ماما ممكن اجيب لها كاتل عشان الكاتل باظ، ديب فريزر، مكنسه، حاجه للبيت يعني ممكن. الجوزاء، بصي بقى، الجوزاء ذوقه متغير، هو مودي وذوقه متغير من لحظه للحظه، فاديله فلوس يجيب اللي هو عايزه، لانه ممكن يعني كل لحظه عايز حاجه مختلفه. فكره برضو. فالجوزاء تديله فلوس او سيبه يختار، سيبه الجوزاء يختار. ما هو موده متغير، انت مش هتبقي عارفه هو في اللحظه دي ايه اللي عجبه، ايه اللي عجبه، فسيبه. السرطان بقى الرومانسي، أيوة. بيحب الذكريات، ممكن تجيبي له البوم صور، ممكن تجيبي له فريم يحط فيه صور، بيحب ما يخص الميموريز، السوفينيرز، وورد وشوكولاته. بس دي هدايا الحوت، الورد والشوكولاته. شفتي؟ بس خلينا نقول ان الحوت والسرطان حته واحده، اللي هي ما يخص القلب والرومانسيات، اي حاجه تخص شموع معموله بشكل معين، الكلام ده كله، اي هدايا تذكاريه. ممكن نجيب لها ست بودي لوشنز. عايزه اقول كمان امراه السرطان مثقفه، بتحب الكتب، ممكن تجيب لها كتاب تقراه على فكره. بحب هدايا الكتب. وبمناسبه الشمع، انا داليا فاروق عبد المنعم جابت لي شمعه تحفه بشكرها، فانا بحب برضو الشمع والكتب، فاي هدايا ممكن كتب. طيب الاسد اي حاجه، بس اهم حاجه ما تكونش رخيصه. اوعى تجيب لي الاسد حاجه رخيصه بجد، قولي ان هو قيمه، نقي بقى جولري، هاتي ذهب، ساعه، ده حقيقي، بس موبايل، اهم حاجه مش رخيصه بجد. يعني مش عارفه ليه الاسد دايما يقيم الحاجه بتتكلميني عن تبعه. العذراء كل ما هو مصنوع من حاجه طبيعيه تكون طبيعيه، يعني مثلا لو جبتي شنطه تكون جلد طبيعي، لو جبتي حاجه من اعشاب طبيعيه، ميك اب، المهم يكون في الاخر العذراء يحب كل ما هو طبيعي. وغالي ولا مش فارق؟ ناتشرال، ما يحبش حاجه صناعي، يعني جلد صناعي. هو دايما الناتشرال هيبقى غالي. ده حقيقي. مستحضرات تجميل طبيعيه، اي حاجه طبيعيه هيبقى غالي. مستحضرات تجميل طبيعيه، المهم الحاجه اللي انت هتجيبها تكون طبيعيه، شنط جلد طبيعي او حاجه هاند ميد، ما هو طبيعي مبذول فيها مجهود. مجهود. الميزان الميزان عشان فينس طبعا بتاع الجمال، الاكسسوري،
اللبس، الشنط، الجزم. بس اهم حاجه بلاش يعني في اللبس لازم ترجع تساله، لان هو ليه الميزان ذوق خاص كده بيه، فارجع اخد رايه الاول. طب انت تحبي ايه ولا ايه؟ ما اجيبش من دماغي اللبس. أوكي. لكن اي حاجه تخص الجمال، ميك اب، اي حاجه تخص فينوس يبقى حلو بالنسبه للميزان. العقرب، العقرب بيحب زي السرطان القرايه، لانه من الابراج المثقفه وتحب القرايه، وبيحب الفضه. اي حاجه مصنوعه من الفضه، ممكن فريم فضه، حاجه فضه، اكسسوري فضه، اي حاجه فضه بيحبها العقرب جدا. والبرفيوم، العقارب بيعشقوا البرفانات. فلو تعرفوا حد عقرب، ام عقرب، اخت عقرب، هاتوا لها برفان. نقوا حاجات حلوه وقيمه وريحتها حلوه وغاليه. القوس كل ما هو اخر موديل. احنا مش هنقدر نختم غير قبل ما نقول بقيه لازم تكون حاجه اخر موديل. يعني القوس لازم ما يكونش حاجه قديمه او موديل قديم، فاي حاجه انت هتجيبها للقوس تكون اخر موديل. لبس يكون اخر موديل، موبايل يكون بقى اخر موديل، المهم اخر موديل مواكب الصيحات الجديده، يعني مش حاجه قديمه. الدلو اي حاجه بسيطه، اي حاجه هتفرح الدلو على فكره، مريح والله جدا. الدلو كده مريح، الدلو ابسط هديه هتفرحه، اللي هتجيبه وهتدخل بيه على الدلو هيرضى بيه، فده لطيف. والحوت كمان كده، بس الحوت بيحب زي السرطان الشوكليت، الورود، الحاجه اللي بتمس المشاعر والرومانسيه. احنا قلنا جدي، احنا قلنا الجدي. لا لسه. الجدي عايز هديه عمليه وقيمه في نفس الوقت، بيجمع ما بين الاسد والحمل. يعني قيمه، اوعى تجيب حاجه رخيصه للجدي، وعمليه، ما بيحبش الحاجات التافهه، فزي ساعه، زي مجوهرات حلوه، فما بيجمع ما بين الاثنين. يعني حاولنا بقدر المستطاع. ادينا لكم قبل عيد الام باسبوع اهو، ادينا لكم الكتالوج وادينا لكم الخريطه، ومن استطاع اليه سبيلا، من استطاع اليها هديه. والهديه كلمه حلوه، والطبطبه والزياره، ولو حد مامته بقت مش في عالمنا يروح يزورها ويقرا لها الفاتحه. هلا، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه جدا.